السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم لكم عن النسخة التجريبية الثالثة، انطباعي لها بعد استخدامي لمدة أسبوع. فكبداية لو خشينا، تكلمت لكم عن البلوت نمبر وكل شيء، لكن الحين نشوف في نهاية الحرف هنا F. فيعتبر ما قربنا النسخة النهائية، يبي لنا شهر كذا قدام ونشوف النسخ التجريبية شو بتسوي قبل. فانطباعي حق هذه النسخة، البطارية للآن مش كويسة بالنسبة لي، يعني آخر مرة شلتها من الشاحن. لو بنشوف معاكم هنا مثل ما نشوف استخدامي إلى الحين نقول 6 ساعات، سكرين أوف نقول ساعة. فشحنته هنا، هنا جلست شوي شحن برضو، نقدر نقول 10 دقائق مرة ثانية. إلى الآن في 63، أوكي أفضل من النسخة الثانية، لكن إلى الآن بيعطيني يوم. أوكي حلو، ما أدري كيف أقدر أقول لكم كل شيء، لكن في الآي أو إس 13 بالنسبة لي أفضل من الآي أو إس 14، كان أفضل من النسخة الثانية برضو. نشوف قدام أول إيش بقدر تسوي في النسخة هذه. في البيت الرابع مثلا، المشاكل اللي حصلتها هي وأنا جيت أكتب حق شخص، أحيانا الكلام هذا اللي هنا يطلع لي الشورت كات يغطي على المستطيل حق الكتاب، ولا اعرف اشوف الكتاب، لازم اضغط ريتيرن تحت كذا عشان اقدر اشوف الكلام نفسه. فهذه المشكله اللي واجهتني في النسخه الثالثه. في الاي او اس 14 برضو في ميزه ما تكلمت لكم عنها وتوني مكتشفها، الا وهي اذا انت في الاي مسج تقدر ترسل حق شخص فيديو، لو تصور فيديو من هنا تقدر ترسل له فيديو على 4K 60 فريم، ما كانت موجوده في الاي او اس 13. فالان اقدر ارسل 4K 60 فريم، مش 30 فريم، لا 60 فريم من الاي مسج. فهذه حركة حلوة. تقريبا هذه كل الأشياء اللي واجهتها. واجهتني طبعا تعليقات خفيفة في الجهاز، مرة المرات علق الجهاز كامل، أبي أطفي مبرد يطفي، تميت 10 دقائق بالحال اشتغل وقام يضغط الأشياء اللي ضغطتها من قبل فجأة كذا. ففي مشاكل، في تعليق، حرارة ما واجهت حرارة، بطء في البرامج، في كراش بعض البرامج. فننتظر قدام أبرا ايش اللي بتسوي فيه. لكن بالنسبة لي الاي او اس 14 أفضل بكثير من الاي او اس 13 كان في البيتا الأولى، الأوائل البيتا نفس ما هو الحين موجود هنا. بس تقريبا هذا كل المشاكل، هذا كل شيء. ننتظر نشوف هل الأسبوع هذا راح تنزل أول شيء، إذا ما نزلت بيتا الرابع يمكن الأسبوع الجاي تنزل بيتا الرابع. اللي بيتكلم يقول أوكي متى راح تنزل النسخة هذه، راح تنزل النسخة هذه بإذن الله بعد شهر، مش في أوغست، في سبتمبر، بداية سبتمبر إن شاء الله أو في نص سبتمبر، المهم إنه في سبتمبر راح تنزل النسخة هذه. ما أنصح إلى الآن أي شخص ينزل هذه النسخة في جهازه الرئيسي. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حسابي سناب شات، اتشرف بإضافتكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون انفضل دعاكم، والسلام عليكم.